سائل يقول: هل يجوز الاقتراض من الأصدقاء لاستكمال مصروفات الزواج؟ هل أفضل الاقتراض أو تأخير الزواج؟ الاقتراض ليس عيبا، لا مانع الإنسان يقترض إذا كان محتاجا، خاصة لقضايا مهمة كالزواج وغيره، فيقترض، وأهم شيء يكتب الدين إني اقترضت من فلان مبلغا وقدره مبلغا وقدره كذا، ويشهد عليه. هذا أفضل إنك تكتب وهو يكتب. الحياة موت، واحد ينسى، واحد ينكر، سمعنا قصص كثيرة، بعضهم يقول ما عندي، بعضهم يقول مالك شيء عندي، بعضهم يموت وبعضهم يسافر. المهم اكتب، اكتب الدين، أهم شيء اكتب. وأنت اكتب الدين، المقترض هو الذي يكتب الدين، لأن المقرض يستحي، المقرض يستحي، يعني كان يقول ما في ثقة أو شيتي أو كذا. فالذي يكتب الدين هو المقترض، يحرص على أن يكتب الدين حتى لا يحرج أخاه.